ايش الاعانات كتلاح في الارض والناس جايبينها لضحايا ديال الجوع؟ شوفوا بكل بساطه انا غنجاوبكم. الدواور المتضرره راه ما كايناش على جنبات الطريق. دابا كينوض واحد مجموعه من الشباب كيقولوا غنتعاونوا فيما بيننا وكيجمعوا البركه وربي تيفتح عليهم فتح عظيم، تيوليو دايين بلاصه ما غيديو الصافيط، تيوليو دايين رموك ولا جوج رموكات ولا ثلاثه ديال الرموكات. هما ما عندهمش خبره بعمل التطوعي، فشنو كيديروا؟ هما مفاهمين ومناقشين في الفلوس ديال مول الرموك. مول الرموك حتى هو ما عندوش غالو وعندو لي زافير ديالو، غيدوز هاد بريكول وخصو يمشي يقضي بريكولات اخرين. مي كيوصل تمايا تيقولوا ما انا اتفقت معكم وصل لكم هاد الدوار، تيحطهم تمايا وتيمشي في حاله. مي كيحط لهم اعانه تيمشي في حاله، هما ما عندهمش خبره في عمل جمعوي. انت ملي يجي لواحد الدوار، راه الدوار ماشي هو القريه، القريه هي واحد البلاصه، هي السونتر ديال الدوار. الدوار هو اللي كاين في الجبال، كتطلع مور الجبال وكتهبط تلقى واحد الدوار فيه 20 30 40 50 دار، عاوتاني كتزيد واحد 6 7 كيلومتر كتلقى واحد الدوار فيه 50 20 30 دوار. هادو كلهم محسوبين على ديك القريه اللي انت حطيتي فيها واللي كيتحرك، هذاك هو الدوار. فشنو خصك دير؟ خصك تقلب على ستوك، تحط في ديك البركه تما في داك في ديك القريه اللي وصلتي ليها في ديك الفيلاج، وتخلي واحد الفريق كاين تمايا، والفريق الثاني يدير واحد الاستطلاع ويقلب تمايا ويوصل لهذوك الدواور اللي هما محتاجين، ويرجع ويدي لهم حسب الاحصاء اللي دار الحاجه ديالهم. وهذا هو اللي ما تيقدروش يديروه بزاف الناس، لانهم تيعياو واش انت غتمشي 6 كيلومتر 5 كيلومتر 4 كيلومتر على رجليك وعاود ترجع تهز الاعانات وتطلعهم عاوتاني على كتافك، ما يقدروش يديروهم الناس. لهذا اش كيديروا؟ كي هما مربوطين بالرموك، مربوطين بخدمتهم، تيجي كيحطها تمايا وكيزيد في حاله. كيجي واحد اخر يقول راه هادشي راه كيتلاح. لا راه ماشي كيتلاح، وهذاك السيد مسكين هو اللي متضرر، راه ما قادرش يهز داكشي ويطلعو. راجل كبير مسكين، ايا بط 5 كيلومتر غادي يهز قرايد الماء عاود يطلعهم عاود يهز، خلاهم تمايا قدر عليهم ما يهزو، ما قدرش عليهم خليهم حتى الغدا وهي غدا، كيهز اللي يكفيه. لذلك بارك الله فيكم، هنا كتبان اهميه العمل التطوعي المنظم اللي كتقوم به مجموعه من الجمعيات، حسب ما نرى في الفيديوهات وحسب ما نرى في المقاطع، وحتى بعض الاخوه المتطوعين ناضوا قدموا واحد العمل منظم بشكل كبير. فهذه هي القصه، والله يوفق الجميع، اللي انفق واللي مشى ساهم واللي مشى ركب واللي مشى وصل لهذا، كلهم ماجورين ان شاء الله تبارك وتعالى.